السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. هناك خبر أو مشروع قانون يتم الحديث عليه الآن، وهو أن الحكومة الأمريكية تقترح إنشاء قانون أو صندوق ادخار خاص بالأطفال، وأن أمريكا سوف تعطي لكل طفل في أمريكا تقريبا 500 دولار كل سنة. يعني مثلا عندك طفلين تحصل على 1000 دولار من الدولة بشكل سنوي، كل طفل 500 دولار. طبعا الأمور فيها داخل فيها العديد من الأشياء، سوف أشرح لكم في هذا الحلقة ما هو هذا المشروع وما هو الهدف من هذا المشروع. فعلى كل حال، المشرعون هنا في أمريكا يشتغلون على مشروع قانون إرسال 500 دولار لكل طفل كل سنة. هذا الأمر لا علاقة له بالائتمان الضريبي للأطفال، لا علاقة له بالشيكات الشهرية للأطفال، فقط لأوضح هذا الأمر. والمشروع يطلق عليه صندوق الفورون كي الخاص بالأطفال، فورون كي الخاص بالأطفال. هذا الأمر تقدم به مشرعون ديمقراطيون، ليس جمهوريون، مشرعون ديمقراطيون، على رأسهم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر عن ولاية نيويورك، السيناتور بوب كيسي الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا، والسيناتور رون وايدن وهو ديمقراطي عن ولاية أوريغون. فكما قلت، هذا مشروع ديمقراطي. الآن كيف سوف يعمل هذا المشروع؟ فهناك صندوق ادخار سوف ينشأ لكل طفل تحت سن 18 سنة، يعني منذ ولادة الطفل إلى 17 سنة، يعني أقل من 18 سنة. وهذا الصندوق سوف يتم تسييره من طرف الولايات، طرف الولايات وليس من الحكم الفيدرالي، ليس من طرف الدولة، سوف يتم تسييره من طرف الولايات. كيف سوف تدخل هذه الأموال إلى الحساب؟ فيقال أن الهدف من هذا المشروع أن الطفل، ركزوا معي إخواني أخواتي، الطفل حينما يصل إلى سن 18 سنة سوف يكون في هذا الصندوق تقريبا 50,000 إلى 55,000 دولار. هذا هو الهدف من هذا المشروع. فالدولة تريد من الأهالي مثلا وضع مقدار كل شهر لطفلك، يعني في هذا الصندوق أنت تساهم مثلا ب 200 دولار، الدولة تدفع 200 دولار، كما يقع في نظام 401k. بالنسبة للناس الذين يساهم 401k فليفكروا في 401k. أقولها بصراحة، الناس التي تشتغل في أمريكا أو المهاجرين الجدد الذين يأتون لأمريكا ويشتغلون في مهن ليس فيها 401k، فعليك التفكير جديا في هذا الأمر، لأنه يوم تحصل على التقاعد سوف تحصل على ضمان اجتماعي. فقط الضمان الاجتماعي لن يكفيك حينما تكون 60 سنة أو 70 سنة في عمرك. نفس الشيء يقع الآن في سنة 2024 أو قبل. هناك أناس تقاعدوا يحصلون مثلا على 900 دولار في سنة 2023، 900 دولار. 900 دولار لماذا؟ للسكن، للأكل، للأدوية. تذكر أنك وصلت سن تقاعد، الصحة البدنية لك في ذلك الوقت ليس هي صحتك الآن، أنت كشاب أو في الثلاثينات أو في الأربعينات. فلذلك أي شخص يشاهدني، هذه نصيحة أخوية، عليك حصول على 401k، عليك الحصول على مهنة فيها 401k، أو أنك تشتغل في قطاع فيه بنشن، في تقاعد، يعني العمل الفيدرالي، القطاع الحكومي. هذه الأمور يجب أخذها بعين الاعتبار. الآن تأتي لأمريكا كمهاجر تشتغل 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 تشتغل، يوما ما سوف تقول يعني ماذا حققت؟ ما هو التقاعد الذي سوف أحصل عليه مثلا بعد هذه السنوات من العناء؟ سوف تجد نفسك لديك مثلا ضمان اجتماعي، لأن هناك ضرائب تقتطع من دخلك الأسبوعي أو الشهري أو باي ويكلي كل أسبوعين. حينما تصل لسن التقاعد 50 سنة من الآن، 30 سنة من الآن، سوف تصدم. فلذلك أقولها من الآن، أي
مهاجر جديد لا يعلم بهذه الحقيقة عليه معرفة هذه الحقيقة. يجب أن يكون لديك 401k أو يكون لديك دخل آخر أو ادخار أو عمل على الجانب كاش أو أي شيء. أما الأمور المقطعة من دخلك في شكل ضرائب تذهب إلى الميديكير أو التأمين الصحي للكبار السن المتقاعدين أو الضمان الشمولي حينما تصبح متقاعد لن تكفيك. الحياة تتغير، مصاريف الحياة تتغير. 2019 100 دولار في 2019 في أمريكا ليست هي 100 دولار في سنة 2024. ما كنا يعني نقوم بشرائه من 100 دولار حينما قدمت لأمريكا قبل سنوات ليست هي 100 دولار في سنة 2024. نفس الشيء في سنة 2030 أو في سنة 2040. احنا هنا لا نتنبأ بالمستقبل لكن وضح لكم. فعلى كل حال نعود الى فيديونا للحلقة والى المعلومات. فالدولة تريد منك من خلال المشروع، الاهل مثلا اذا وضعوا 200 دولار في الشهر في هذا الصندوق لهذا التفلك، هذا الامر اعتذر لانني اعطيكم افكار في مرة واحدة، لكن اقول ان هناك فكرة فئة كبيرة من المهاجرين خصوصا من الجالية العربية، خصوصا من الجالية العربية، لا أعمم، لكن هناك مهاجرون ليس لديهم صندوق دخل أطفالهم، لا يدخرون أي شيء لأطفالهم. إذا وصل الطفل 18 سنة ليس لديه مال، ليس لديه شيء حتى لشراء سيارة دام الجامعة أو بدء حياته. هذه حقيقة أقولها صراحة، العديد منكم لا يعلمون أن هناك صندوق ادخار بدون يعني الاستعانة بالدولة. تذهب إلى بنك تفتح حساب للطفل وتضع فيه أموال لذلك الطفل حينما يصل سن 18 سنة أو 20 سنة ويتخرج من جامعة أو يريد أموال لبدء حياته أو تساعده في دفع مصاريف الدراسة. فأنا ذاك سوف تصدمون بالواقع. فلذلك نصيحتي وضع حساب خاص لأطفالكم الآن. كما قلت من خلال هذا البرنامج الدولة سوف تدفع 500 دولار شكل سنوي إلى غاية أن يصل الطفل 18 سنة، لنقل 17 سنة، والهدف هو أن يصل هذا الصندوق إلى 50,000 دولار. أوكي؟ الأهالي يمكنهم وضع مقدار مالي كما قلت هذا 200 دولار. حينما تضع 200 دولار في هذا الحساب، ليس في حساب آخر، في هذا الحساب إذا تم تمرير هذا القانون الدولة تمنحك 200 دولار، بمعنى أنك وضعت 400 دولار في شهر فبراير. جاء شهر مارس وضعت 200 دولار، الدولة تضع 200 دولار، يعني تسمى بالماتشين. نفس الشيء يضع الأهل، تضعه الدولة بالإضافة إلى 500 دولار إضافية كل سنة لكل طفل. أوكي. الآن هذه الأمور يتم دخل الدخل، مثلا أعزب دخله أقل من 75,000 دولار، متزوجون دخلهم أقل من 150,000 يعني 1000 دولار حينما يصرحون بصراحة الضريبة. يعني أنت كمتزوج يجب أن دخلك لا يفوق 150,000 دولار، أنت كأعزب لديك أطفال لا يجب أن دخلك يكون أكثر من 75,000 دولار. أوكي. من خلال هذا المشروع يقال أن هذه الأموال التي سوف تجمع في هذا الحساب حينما يصل الطفل 18 سنة يمكنه إنفاقها في أربعة أشياء فقط. أربعة أشياء: أولا إنفاقها على الدراسات الجامعية إذا أراد الدخول إلى الجامعة. تصور 50,000 دولار هذا رقم زائد. بالطبع هناك ولايات ربما 5,000 دولار للسنة واحدة، لكن لا نريد الحد في هذا الأمر، أقول أنها دفعة تساعد الطفل أو الشاب في إكمال دراسته الجامعية عوض الحصول على قرض طلابي 100,000 دولار لديه 50,000 دولار، فربما يحصل على 50,000 دولار عن طريق البنك. أو إذا كانت يعني درجته عالية فهو لا يحتاج. يعني مثلا في فلوريدا، هناك قانون في فلوريدا
بالنسبة للناس الذين هم في الفريضة، سضع لكم حلقة على هذا الأمر، لأن هناك قرار اتخذته إحدى الولايات على ما أعتقد أوهايو من أجل محاربة الهدر الدراسي، أنها سوف تدفع أموال للأطفال للحضور إلى الأقسام. فهذا أمر جيد. كل أسبوع أو كل أسبوعين سوف تدفع هذه الولاية أموال، ومعنية السين تدفع رقم. هنا في فلوريدا مثلا هناك قانون، إذا كان جي بي اي يعني المعدل بهذا المعنى، يعني مثلا ابني تخرج من الثانوية جي بي اي الخاص به 3.5 أو 3.8 أو 4، يحق له التقديم على أي جامعة في فلوريدا ويدرس مجانا. هذا الأمر يجب البحث فيه إخواني أخواتي، عوض إضاعة الوقت في التيك توك، إضاعة الوقت في السوشيال ميديا، إضاعة الوقت في القيل والقال، إضاعة الوقت في بعض الأمور التي لا تنفعكم. الآن أنتم في بلد غربة، ربما التفكير هو في الأطفال ومستقبل الأطفال، لذلك فكروا في مثل هذه الأمور. أقولها صراحة، يعني شخص أدفع بأطفالي إلى تجاوز 3.8%، الحمد لله يعني وصلنا إلى الرقم. يعني إذا استمر الطفل إلى غاية حصوله على هاي سكول ديبلوما، يعني نهاية الدراسة الثانوية، أي جامعة في فلوريدا بما فيها أكبر جامعة في فلوريدا التي هي UCF يمكنه الدراسة مجانا بسبب واحد، وهو الجي بي اي المعدل. هذا الأمر قوموا بالبحث فيه للتأكد من الولايات التي تقتنعون فيها، لكن بالنسبة لفلوريدا هذا الأمر سوف أوضح لكم بالدليل. فعلى كل حال، وأعتذر، أفتح قوس أعتذر، لأنني أحاول منحكم جميع الأفكار لكي يعني تستفيدون، هذا للإفادة. فكما قلت يجب صرف تلك الأموال على إنفاق على الدراسة الجامعية، استعمال المال لي كمقدم أو يعني دفعة تقديمية لشراء منزل. يعني مثلا شاب وصل 18 سنة ويريد شراء منزل، يمكن استعمال تلك الأموال ودفعها لشراء منزل، وهذا أمر جيد. استعمال ذلك المال لبدء مشروع تجاري صغير، أو دفعه في صندوق تقاعد، يعني أخذ تلك الأموال ويضعها في صندوق تقاعد 401k خاص به حينما يشتغل، أو صندوق تقاعدي على آخر، أو غير من الأمور. أوكي، لماذا تم اختيار هذه الخيارات الأربعة؟ العديد منكم ربما يعارض ربما يتفق، لكن على كل حال لماذا تم اختيار الأربعة؟ لأنه يقال بالنسبة للدراسة، صرف الأموال في الدراسة، أنه العديد من الطلبة في أمريكا هم غارقون في الديون. الكل من دخل الجامعة في أمريكا يعرف هذا الأمر، هذه حقيقة. الأمريكيون الطلبة الذين درسوا في الجامعة وحصلوا على ديون قروض هم غارقون في الديون لسنوات، سوف يستمر في دفع الديون. الاستثناء كان فقط مع الوباء، تم تجميد هذا الأمر. ويقال أن الطلبة الذين درسوا في الجامعة لديهم ديون أكثر من الناس الذين لم تدخل الجامعة. فهذا الأمر هذا هو الهدف منه. شراء منزل، يقال أن معدل أعمار الناس الأمريكيين الآن الذين يريدون شراء منزل هو 36 سنة. يعني الإنسان حينما يصل هذا السن يبدأ التفكير في شراء منزل، فهم يريدون مثلا أنه في العشرينات ربما يمكنه شراء منزل، لذلك يريدون أن يضعوا هذا النظام. أو إنشاء مشروع يعني صغير، لأنه هناك العديد من المشاريع الآن، أو عدد من الناس الأمريكيين الآن لا يفكرون في بناء مشاريع، يعني ربما ينشئ مشروع أونلاين لكن لا يبدأ في بيتزيرية صغيرة أو مشروع صغير، لأن الناس الآن ليس لديها المال لبناء مشروع. فهذا هو كما قلت الهدف من هذا الموضوع. أعلم أنه في محتوى العربي ليس هناك شخص تحدث عن هذا الأمر، هذا فقط
من باب موتيفيشن، تحفيز دافعكم للتفكير في هذه الامور، لانه غالبية الساحقه من المهاجرين في امريكا يلهتون وراء الدولار، لا يفكرون في دراسة الأطفال، لا يفكرون في مستقبل الأطفال، يفكرون فقط في إطعام الأطفال، ملابس الأطفال، السفر، لكن لا يفكرون في المستقبل، لأنه يوما ما لا قدر الله رب الأسرة يقع مشاكل صحية أو غيرها من الأمور فتتوقف، يتوقف ولا أحد هناك سوف يساعد. فلذلك يجب التفكير في مثل هذه الأمور، يجب تدريس الأطفال كيفية التعامل مع الأموال كما يقوم بها اليهود، يعني من سن صغيرة يقومون بتربية أطفالهم على التعامل مع الأموال والتجارة. مثلا يطلب منه أخذ الأزبال عزكم الله ويعطيه دولار، تنظيف منزل غرفته هناك دولار، يعني أي شيء تحصل عليه هو مقابل جهد، وليس أريد بلاي ستيشن 5، أريد ليبرون جيمس شوز، يعني حذاء ليبرون جيمس 100 دولار 160 دولار 200 دولار أو ييزي أو غيره من الأمور. في وقت سوف يصل ذلك الطفل إلى سن يريد أشياء، الأب أو الأهل سوف يصبحون غير قادرين على دفع مثل هذه الأمور. هذا فقط لتوضيح هذه الحقائق، أنه يجب التفكير في مستقبل الأطفال. أمريكا تتغير، أوروبا الآن ليس هي أوروبا السبعينيات والستينيات القرن الماضي حينما كان يحتاجون إلى مهاجرين لبناء اقتصاد أمريكا، اقتصاد أوروبا بعد يعني الحرب العالمية الثانية. والآن تشاهدون خصوصا جنوب أوروبا بما في إسبانيا إيطاليا البرتغال، بخلاف القوى مثلا العظمى في أوروبا هي ألمانيا أو بعض الدول الاسكندنافية، لكن أوروبا تغيرت، أمريكا سوف تتغير، وأمريكا تغيرت، أمريكا تغيرت، أمريكا ليست هي أمريكا التسعينيات صراحة، وليس هي أمريكا مثلا حقبة أوباما. الأمر تغير الآن وسوف يتغير، فيجب التفكير في هذه الأمور.